السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الفرض الثاني ديال الدورة الثانية اللي كيشتمل على الوحدة رقم 7 والوحدة رقم 8، هذا النموذج الثالث. فلنبدأ على بركة الله بالفرض. إذا أول حاجة عندنا communication، قالك read the following text carefully and answer the questions. قالك نقراو هذا التكست مزيان بتأني ونجاوبو على هاد الأسئلة. It's a rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. نبدأ دابا بالشرح. هنا قال لك It's a rainy Saturday. إنه يوم سبت ممطر، يعني هذا نهار السبت وكطيح فيه الشتاء. It's raining a lot، كطيح الشتاء بزاف. And Mary and her family، وماري مع العائلة ديالها، are spending the afternoon at home، غيمضيو ولا يعني كيقضيو ولا كيمضيو afternoon يعني بعد الزوال، هي في الدار، يعني قاعدين هي في الدار ما غاديين لين. Her uncles are visiting them، خوالها ولا عمامها كيزوروهم. Mary and her father، ماري هي وباها، are in the living room، كاينين في غرفة المعيشة أو في الصالون ولا غرفة الجليس. Mary is making a draw، ماري كدير واحد الرسم. And her father، والأب ديالها Mr. Harris، هذه هي السمية ديالو، is surfing the net، قاعد كيشوف الانترنت. They are also talking، وهم يتحدثون أيضا. إذا هنا عندي السؤال الأول، قالك what day of the week is it؟ اش من نهار هذا في الأسبوع؟ يعني هذا النهار علاش كيهضروا هما في التكست؟ اشنا هو اش من يوم هذاك في الاسبوع؟ اذا من البدايه ديال التكست راه قالوا لي باللي هذا راه السبت، حيت قالوا لي اتس ريني ساتردي، انه يوم سبت ممطر، يعني حنا تنهضروا على السبت. اذا الجواب ديالي هو ساتردي. What day of the week is it؟ نقول it is ساتردي. ثانيا قالوا لي وير از ماري، فين كاينه ماري؟ إلا قريت هنايا اش قالوا لي على ماري، قالك ماري and her father are in the living room. إذا ماري is in the living room. Where is Mary؟ Mary is in the living room. What is she doing؟ اشنو كدير؟ نكمل القراية غادي نلقى شنو كدير. قالك ماري is making a draw، ماري كدير واحد الرسمة. إذا شنو غادي ندير هنايا؟ غنكتب ماري is making a draw بحال هكا. رابعا قالك what is Mr. Harris doing؟ شنو كيدير السيد هاريس؟ نكمل القرايه، قالك her father Mr. Harris is surfing the net، كاين في الانترنت، تيتطلع على الانترنت. اذا هنايا نكتب Mr. Harris is surfing the net. كملنا دابا communication، ننتقلوا للجرامر. كيف ما قلنا في السابق الوحده 7 و8 كاينين فيهم البريزنت كونتينيوس، يعني معظم التمارين تقريبا كاينين على البريزنت كونتينيوس. اولا قالك put the verb between brackets in the present continuous، قالك اضع الفعل اللي كاين بين قوسين في present continuous. يعني هذا السؤال دابا واضح، قالك ديريكت شنو هو الزمن اللي غادي نديرو، ما قالش ليا شنو هو الزمن. كما قلت لكم في الحصه السابقه كاينين كلمات كيدلوا على اش من زمن، فاش كيطرا فاش كتوقع ديك الحاجه علاش كنهضروا في الجمله. بالنسبه ندير واحد التذكير بسيط على البريزنت كونتينيوس، البريزنت كونتينيوس هو واحد الزمان اللي كنستعملو الا انا كنت كنهضر على شي حاجه كتوقع دابا دروك في هذه اللحظه اللي كنهضرنا فيها، هذاك هو فاش كنستعمل البريزنت كونتينيوس. القاعده ديالته كيفاش كتكون؟ كيكون الفيرب تو بي زائد الفيرب اللي عطاو ليا كنلصق معاه اي ان جي. نبداو بالجمله الاولى، قالك اي انا اي بلانت ا تري ناو، انا كنزرع واحد الشجره دروكا. اي اش من فيرب تو بي غادي ندير معاها؟ اي اش من فيرب تو بي غادي ندير معاها؟ الفيرب تو بي نديرو تذكير بسيط، الفيرب تو بي اي ام، يو ار، هي از، شي از، ات از، وي ار، يو ار، ذي ار. اذا اي غتكون معاها ام، اي ام، وعندي بلانت غنلصق معاها اي ان جي، باتوا لي ليا اي ام بلانتين اي تري. I am planting a tree now. أنا كنزرع واحد الشجرة دروكا. ثانيا my sister watch TV in the living room. أختي كتفرج في التلفازة في غرفة المعيشة ولا في الصالون. My sister هذا تيرجع على she.
واتش هذا هو الفعل اللي بندير في البريزنت كونتينيوس. اذا خاصني هو الاول الفيرتوبي. الفيرتوبي ديال شي هو اش؟ هو از. اذا بعدا ماي سيستر از واتش غنزيد ليها اي ان جي بتولي ليا واتشينغ. ماي سيستر از واتشينغ. ماي سيستر از واتشينغ تي في ان ذا ليفين روم. ثالثا children water the plants. الاطفال تيسقيو البلانتس النباتات. children علاش كيرجع على هم اللي هي they. بس اذا الفيرب تو بي ديال children ديال they هو are كنقول they are. water غنزيد لها ing بتولي watering. the children are watering the plants. رابعا they write a letter. هم يكتبون رسالة. they الverb to be ديالها هو are و write غادي نزيد لها ing بتولي ليا writing. they are writing a letter. خامسا قالك my sisters ride their bikes. my sisters خواتاتي تيركبوا بيكالات. خواتاتي هادو كتار يعني they. they are هذا هو الverb to be اللي كندير و write غادي نزيد لها ing. اذا غنقول my sisters are riding their bikes. سادسا قالك I not read a magazine at the moment. انا ما كنقراش مجله في هذه اللحظه. اذا هنايا عندي النفي ديال البريزنت كونتينيوس نديرو التذكير به. النفي اش كندير؟ كندير هذيك not كنحطها في الوسط ما بين الفيرب تو بي وما بين الفيرب اللي عندي في الاي ان جي. غادي نعقل عليها. هذا هو النفي سهل. يعني هنا اش غادي نقول؟ I شنو هو الفيرب تو بي اللي كندير معاها؟ am. I am. اشوف بين نقول ما غاش نقول I am reading. دابا عندي النفي غنقول I am not reading a magazine at the moment. كيما رديتو بال not درتها الوسط ما بين الفيرب تو بي وما بين الفيرب اللي غادي ندير ليه I N G. هنا عندي السؤال. السؤال بالنسبه لك كان عندي البريزنت كونتينيوس شنو كندير؟ نورمالمون كنقول مثلا انايا في الجمله كنقول الا بنقول هي كطيب غنقول شي از كوكينغ. ولكن الا كاين عندي السؤال كنقلب البلاصه ديال الفيرب ديال الضمير مع الفيرب تو بي تيولي الفيرب تو بي هو اللي سابق ليا الضمير. ما كنقولش باقي شي از كوكين كنولي كنقول از شي كوكين. اذا شي الفيرب تو بي ديالها هو از. اذا نحطو هنا از شي كوك هذا هو الفعل اللي غادي نزيد ليه اي ان جي. از شي كوكين واش هي كطيب؟ ثانيا يعني التمرين الثاني قالك choose the correct form of the verb be. نختارو الفورم الصحيحه ديال الفيرب تو بي. الفيرب تو بي تذكير بسيط ضروري ومهم بزاف في البريزنت كونتينيوس. البريزنت كونتينيوس مستحيل يكون بلا الفيرب تو بي. يعني خصكم نتوما تكونوا ضابطين الفيرب تو بي. اذا هنايا التمرين الجمله الاولى هنا قال لي they coming over for dinner. هذا عاوتاني سؤال شنو غادي ندير؟ they اش كيكون معاها في الفيرب تو بي؟ كيكون معاها is او لا are او لا am. ذكرنا سابقا بالفيرب تو بي. اذا they كيكون معاها are. ما كنقولش is they coming لا. ما كنقولش am they لا. تنقول are they. are they coming over for dinner واش جايين هما عندنا للعشاء. ثانيا قالك ماكسويل not sleeping on the sofa. ماكسويل مناش فوق السداري. ماكسويل مناش فوق السداريه. ماكسويل اش كيرجع؟ تيرجع هي. هي اش كندير معاها؟ واش كندير معاها از او لا ار او لا ام؟ واش كنقول ماكسويل يعني هي كنقول واش كنقول هي از او لا كنقول هي ار او لا هي ام؟ كنقول هي از. يعني هنا غادي نكتب از. ماكسويل از نوت سليبين اون ذا سوفا. هنا قالك اي ايتين ماي دينر رايت ناو. انا كناكل العشاء ديالي دروك. اي اش كندير معاها؟ كندير معاها ام. ما كنقولش I is ولا I are. كنقول I am. I am eating my dinner now. My sister learning Spanish. اختي كتعلم السبليونية. My sister تترجع على اش من ضمير؟ she. اش كندير معها she؟ كندير معها is. ما كنقولش she are ولا she am. كنقول she is. My sister is learning Spanish. ننتقلوا للتمرين الموالي. هنا قال لي find the mistakes and correct them. قال لي لقى الغلط وصحو. اولا جين از واتش ا كارتون ناو. جين كتفرج في الرسوم دروكا. واش كنقول انايا جين از واتش؟ شنو خاص هاد الجمله؟ هاد البريزنت كونتينيوس. هاد الدليل كاينه ناو دروكا وعندي الفيرب تو بي مع الفعل.
اشنو خاص دابا هاد الجملة؟ خاص هاد الجملة خاص هاد الفعل هنايا ناقصه شي حاجة، ناقصه اي ان جي. غنقول جين از واتشينغ ا كارت، ما غاديش نقول جين از واتش، هذا غلط، اذا خاصني اي ان جي هنايا هاني زدتها. ثانيا قال لك ماجي سليبين اون ذا سوفا رايت ناو، ماجي ناعسه فوق السداريه دروكا. اشنو خاص هاد الجمله؟ شنو خاصها لردة البال الفعل؟ ماجي سليبين، واش كنقول ماجي سليبين؟ خاصني الفيرب تو بي. يلا ذكرت في التمرين السابق باللي مستحيل نلقى البريزنت كونتينيوس بلا الفيرب تو بي، هذه ما يمكنش، اذا هنا خاصني الفيرب تو بي. شنو هو الفيرب تو بي ديال ماجي؟ ماجي هي شي از، ماجي از سليبينغ اون ذا سوفا رايت ناو. ثالثا يور سيستر ار بلاين وذ هير توي ناو، يور سيستر ار بلاين وذ هير توي ناو، اختك كتلعب باللعبه دروكا. هنايا شنو عندي الا رديت البال؟ فين هو الخطا؟ واش انا كنقول يور سيستر ار يور سيستر، علاش كترجع؟ كترجع على شي. الفيرب تو بي ديال شي شنو هو؟ هو از ماشي ار، هذا غلط. ار كنديرها الا عندي الجمع او الا عندي يو، يو ار، وي ار، ذي ار، اذا هنايا غادي ندير از. رابعا اي امنت جوينغ تو ذا ماركت ات ذا مومنت، انا ما غاديش للسوبر مارشي دروكا. شنو هو الغلط؟ هذا باين، شنو على عمرني كنقول اي امنت الا بندير سميتو النفي، اي ام النفي الا بنديرو كنقول اي ام نوت جوينغ، ما يمكنش لي ندير الاختصار لاي ام مع نوت، هذه ما عمرني قريناها، ما كنقولش اي ام انت، هذا غلط. اذا ها الصحيح، الصحيح هو اش؟ نكتب نوت، اي ام نوت جوينغ ماشي اي ام انت. اختصار كنقول اللي عندي از او اللي عندي ار، كنقول مثلا هي ازنت او شي ازنت، ات ازنت، ار تا هو كندير فيه الاختصار الا كاين ار مع نوت، كنقول ارنت، وي ارنت، يو ارنت، ولكن اي ام لا ما كيكونش هي فيها الاختصار مع نوت، ما كنقولش اي ام انت، كنقول اي ام نوت. خامسا قالك وير يو جوينغ توداي، وير يو جوينغ، فين غادي اليوم؟ شنو خاصني في هذه الجمله؟ خاصني الفيرب تو بي، ما عنديش، انا عندي البريزنت كونتينيوس وما عندي الفيرب تو بي، ما يمكنش. اذا شنو غادي ندير؟ خاصني الفيرب تو بي. ديال اش هذا الفيرب تو بي؟ شكون علاش على من انا كنهضر؟ يو هذا هو الضمير اللي عندي، يو شنو هو الفيرب تو بي ديالها؟ هو ار. دابا فين غادي نحط هاد ار؟ واش غادي نقول وير يو ار جوينغ توداي؟ انا عندي هنايا السؤال، شنو قلت على السؤال؟ السؤال الا كاين عندي الفيرب تو بي تيقلب البلاصه مع الضمير، كيولي الفيرب تو بي هو اللي سبق ليا الضمير. اذا هنايا اش غادي ندير؟ وير ار يو جوينغ، وير ار يو جوينغ توداي. سادسا قال لك يور فريندز از جوينغ تو باريس رايت ناو، صحابك غاديين لباريس دروكا. فين هو الغلط هنايا؟ عندي هنايا يور فريندز، صحابك يعني هما كتار، ذي كاين هنا عندي از، ما يمكن على كنقول انا ذي از جوينغ، لا شنو كنقول مع ذي؟ كنقول ار، اذا هنا غادي ندير ار، ما غاديش تكون از. يور فريندز ار جوينغ تو باريس رايت ناو. ننتقلوا دابا للتمرين الموالي، قال لك هنا كومبليت ذا سنتنسز، اكمل الجمل. هنايا عطاو ليا شنو الا رديت البال؟ عندي النفي، بريزنت كونتينيوس بالنفي. شنو كندير؟ قلنا كنشد نوت كنلصقها وسط الفيرب تو بي والفيرب اللي فيه اي ان جي. اذن عندي قالك هنا يو ماي بين نوت يوز، يعني انت ما كتستعملش ستيلو ديالي. يو اش من فيرب تو بي كندير معاها؟ كندير معاها ار. يو ار اش قلت؟ كنلصق نوت فوسط ار او الفيرب، كنلصقها من ما بين الفيرب تو بي والفيرب الاخر، يعني ار عاد غادي ندير نوت، عاد غادي نشد دابا انا هاد الفعل نزيد ليه اي ان جي، بتولي ليا يوزينغ. يو ار نوت يوزينغ ماي بن، اي ذا واشين اب رايت ناو نوت دو، يعني انا ما كنصبنش دروكا. اي اش من الفيرب تو بي كيكون معاها؟ كيكون معاها ام، اي ام، عاد بنحط not، I am not، I am not أشنو؟ do، do غادي ندير لها ing، غتولي ليا doing، I am not doing the washing up right now، أنا ما غاديش نصبن، ولا أنا ما كنصبنش دروكا. ثالثا listen he the guitar not play، تصنط هو ما تيلعبش الجيتار. he اش كاش من verb to be كيكون معاها؟ he is not
play غادي ندير ليها ing. He is not playing the guitar. She a coffee at this very moment. Not have. هي ما واخدش كوفي قهوة في هاد اللحظة بالضبط. At this very moment. She. The verb to be ديالها is. عاد غادي نحط not. عاد غادي نحط have. وندير ليها ing. She is not having a coffee at this very moment. خامسا the train. Now, not leave. قال لك القطار ما غاديش دروكا ما غاديش يمشي دروكا. The train هذا شي يكون it هذا غير العاقل it. اش كندير مع it؟ كندير معها is. The train is وغادي نشد هاد not نحطها is not leave غندير ليها ing. The train is not leaving now. القطار ما غاديش دروكا. التمرين الموالي قال لك turn these sentences into interrogative form. حول هاد الجمل عطاو لي جمل عادية جمل إخبارية نحولهم حنايا للانتيغوغاتيف الاستفهام جملة الاستفهام زعما نديرو فيهم السؤال. إلا عقلت يعني ندير تذكير بسيط present continuous إلا بندير لي السؤال شنو كدير كنقلب الverb to be مع الضمير فقط. إذن هنا عطاو لي she is drinking coffee هي كتشرب القهوة. إلا أنا بغيت نسول واش هي كتشرب القهوة أشنو قلت؟ قلت كنقلب إذن she is she هو الضمير is هو الverb to be غادي نقلب ليهم البلاصة غيولي لي is she ونكمل الجملة ديالتي كيف ما هي is she drinking Is she drinking coffee؟ وما ننساش علامة الاستفهام. ثانيا he's playing football. دابا الا عطاوكم بحال هكا he's راه هي he is. اذا شنو هو الverb to be؟ هو is غنقلبو مع هي غيولي ليا is he playing football؟ واش كيلعب هو الكره؟ I am dreaming انا كنحلم. واش انا كنحلم؟ هذا هو السؤال. شنو غادي ندير؟ غنقلب الverb to be مع الضمير غتولي ليا Am I dreaming? You are driving too fast. انت كتسوق بالزربه بندير هذا بالاستفهام. واش انت كتسوق بالزربه؟ You مع are بنقلبهم. Are you driving too fast? They are making a cake. هما تيقدوا واحد الكيكه. بنقلب عاوتاني اتولي ليا Are they making a cake? تقلو التمرين الموالي قال لك match the name with the punctuation mark. قال لك نصل بخط السميه مع علامة الترقيم. إذن عطوني هنا كوما اكسكلاميشن مارك كويستشن مارك فول ستوب. هادو راه شرحناهم في الحصة الماضية وكاينين في الدرس. إذن النقطة شنو سميت النقطة؟ النقطة هي فول ستوب. علامة الاستفهام شنو هي علامة الاستفهام؟ بنعرفها غير من سميتو السؤال كويستشن. عندينا السؤال يعني راه كيستيون تعني السؤال. ها باش بنعرفها إلا كاع تلفت. إذن علامة الاستفهام هي كويستشن مارك. الفاصلة شنو هي الفاصلة؟ هي كوما. كما هي الفاصله. وعندي هنا اخر وحده علامه التعجب هي اكسكلاميشن مارك. اذا دابا ننتقلوا للفوكابولري. فوكابولري قال لك هنا نيم ذا فالوين بيكتشرز قال لك سمي هاد الصور اللي عطاو لنا هنايا. اذا اش هذا؟ هادو كلشهم راه شفناهم في الدرس. اذا هذا كلاون هذا شي يكون هادي سينما يعني هنايا فاش كنشوف هكا الكراسه وكنشوف هنا زعما شاشه ديال العرض يعني هادي السينما. اذا هادي سينما هذا شي يكون يعني هذا واحد الملصق فيه واحد الاشاره تاع فيلم. اذا هذا شنو هو ملصق باللونجلي راه قريناه شحال من مره بوستر نكتبها. التصويره الاخرى هذا الشيء اللي فيه اش هذا؟ هذا السيرك يعني فيه الدوب فيه هاد كيديروا هاد المهرجين هنا كيديروا العاب بهلوانيه. اذا هذا شي يكون هذا السيركس السيرك. اخر تصويره هنا عندي اش يكون هذا؟ هذا شفي عندي هنايا خشبه المسرح وعندي هنا المتفرجون زعما الكراسي فين بيجلسوا الناس وخشبه المسرح والستاره. اذا هذا اش يكون؟ هذا مسرح اللي هو ثيتر. ننتقلوا دابا للتمرين الموالي. هنا قال لك ماتش ذا بيكتشر وذ ذا نيم قال لك اصل يعني اصلوا بخط السميه مع التصويره مع السميه. واذا هنا الرياضه هذا كاين في الوحده رقم 8. اذا تنس فين كاين التنس؟ هي كرة المضرب نشوفها هنايا. ها هي هي هادي. عاد عندي باسكتبول. باسكتبول فينا هي؟ ها هي الفوقانية. ويت ليفتينغ شاية ويت ليفتينغ هي حمل الأثقال. فينا هي؟ ها هي التحتانية. عاد عندي هنا غولف فينا هو الغولف؟ ها هو هذا هو الصورة الثانية. آخر صورة عندي سوكر هي كرة القدم اللي هي هاد الصورة.
هي درنا عصير بخط. اذا كانت هذه النهايه ديال الفرض ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوا. لي ما فهمش حاجه يخليها ليا في التعليق. نتلاقاو ان شاء الله في حصه جايه. بالتوفيق للجميع.